السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم تمارين على المقاومة النوعية والمقاومة. مدونتي لفيزياء الإمارات لهذا العام والأعوام الماضية. مذاكرة الفيزياء تراكمية، أي كل درس بيومه. جيب ورقة وقلم وتابع معي الحل. ما مقاومة سلك نحاسي؟ إذن المطلوب R كابيتال. طوله L وتساوي 10.9 متر، وقطره 1.30 ملي متر. القطر رمزه دي، نحن بنحتاج نصف القطر، فلذلك قسمته على 2. تبلغ المقاومة النوعية للنحاس رو، أعطاك إياها. إذن هاي المسألة عبارة عن اختيار من متعدد قانون تعويض جواب. هذا القانون اللي عندك إياه، اللي بيربط ما بين R المقاومة، رو المقاومة النوعية، L طول السلك، A مساحة مقطع السلك. السلك دائما نعتبره أسطواني، مساحة مقطعه دائري. A اللي مساحة الدائرة تساوي باي R تربيع. منعوض، هذه رو أم في متر، هذه الطول، هذه باي، وهي نصف القطر للتربيع. ونعطاك له بالملي متر. شو أنا عملت؟ بدل الملي ضربت في 10^3، لأن الملي هذه بادئة قيمتها 10^3، وهذا الجواب. وفي رعاية الله، لا تنسونا من الدعاء.